بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، وفي نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية. كمان في فرص لأمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة. بالفعل يمكن اليوم هيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وهيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية بسبب تأثرنا بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية مع منخفض جوي موجود في الصحراء الغربية، فبالتالي هيؤدي للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يعني هترتفع عن الأمس بحوالي 4 لـ5 درجات، لأن اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 40 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي فترة النهار هنحس بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال وجنوب الصعيد، سواحلنا الشمالية. كمان خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس يعني هيكون في انخفاض في درجات الحرارة، لكن احنا هنحس ان درجات الحرارة فترة الليل ارتفعت عن الايام الماضية الصغرى، فترة الليل ما بين 26 الى 27 درجة مئوية، فبالتالي اجواء فترة الليل هتكون اكثر اعتدالا في اغلب محافظات الجمهورية. كمان اليوم متوقع ان يكون فيه نشاط للرياح سرعاته ما بين 35 الى 45 كيلومتر على الساعة، وطبعا كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية مع نشاط للرياح، فهيكون مثير للرمال والأتربة في اغلب محافظات شمال البلاد، يعني الصحراء الغربيه، سواحلنا الشماليه الغربيه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، مدن القناه، وكمان محافظات شمال الصعيد والاتربه والرمال المصارف، وارد ان هي ممكن تؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه خاصه على الطرق الصحراويه. كمان اليوم متوقع ان يكون معانا فرص لسقوط الامطار الخفيفه واللي ممكن تكون رعديه احيانا على السواحل الشماليه الغربيه، يعني مطروح والاسكندريه، مناطق من الصحراء الغربيه زي سيوه، محافظات الوجه البحري، وايضا قد تمتد الامطار الخفيفه الى مناطق من القاهره الكبرى. كمان متوقع اليوم استمرار التقلبات الجويه واستمرار ذروه الارتفاع في درجات الحراره، فعشان كده هننصح كل الساده المواطنين مهم جدا بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، لو احنا هنخرج في الشارع في الوقت ده يفضل يكون معانا شمسيه او كاب، اي غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس المباشره، بالاضافه كمان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، لو احنا هنخرج النهارده او بكره يفضل ارتداء الكمامات. كمان لازم تكون القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق، لأن الأتربة والرمال المثارة وارد أن هي تؤدي انخفاض رؤية أفقية، لازم نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، إزازة المية تبقى موجودة في إيديا طول اليوم، ده شيء مهم جدا، وطبعا لازم نتابع النشرة الجوية قبل ما نخرج من البيت، نعرف إيه الظواهر الجوية المختلفة، لأن لسه التقلبات الجوية مكملة معانا غدا الجمعة إن شاء الله، ومع يوم السبت هيحصل انكسار لموجة ارتفاع في درجات الحرارة. بنشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 40 والصغرى 27، العاصمة الإدارية 40-27، اسكندرية 37-25، العالمين الجديدة 36-25، مطروح 32-23، دمياط 34-24، بورسعيد 33-24، الإسماعيلية 40-27، السويس العظمى فيها 38 والصغرى 26، العريش 34-25، كاترين 30-16، طابة 35-24، حلايب 31-28، وشلاتين 36-26، شرم الشيخ 40-28، والغردقة 38-27. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 40 والصغرى 27، بني سويف 40-27، الوادي الجديد 42-28، أسيوط 40-27، سوهاج 41-26، قنا 42-27،
الأقصر 42 27 وأخيرا أسوان 43 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لأحمد وباسانت نكمل معهم باقي فقرتنا. شكرا ليك يا لميا.